ده اول ما بدينا بالعمل بالفندقه تلاقي ضغوطات من الزملاء انه اذا بحسب مدرسته فيضغط عليك شوي. هو اللي يعرف انت ما تعرف، يضغط عليك بعضهم على حسنيه بيعلمك. أيوة. فانت توك جديد على الشغله. طيب لا ما ابيه يضغط علي. الصحيح انك بالذات بالطبخ تتعلم من كل صغير وكبير. صحيح، وحلو لما تستفيد من جميع المدارس. صحيح. ولا انا عندي راي، يمكن شيف دينجر توافقني الراي. الطبخ ما في مثل ما يقولوا ما في رفع خشب. انا اشهد، واللي يرفع خشمه يقعد ببيتهم عز الاقصاد عندهم ميمته. اي والله. احنا بعملنا طهات وجديد، هو يتعلم مني انا اتعلم منه، فاكسر الغرور الداخلي هذا لانه عشان تتعلم من الجميع. ولا عند حريمته ما يدرون ان احنا نعاني ونتعب. هذا اخر واحد، ها اخر رد. اي ان شاء الله. ابشر ان احنا نعاني ونتعب. والله انت ايش راي، هل جاك ايش اسمه، جاك تعليق من العائله لما شافوه طباخ كبير منه اضيف لك هنا. ايه كلمني. اول ما بديت تعرف عندنا الى الان ما هم متقبلين موضوع انه الشخص يطبخ. يعني اوكي اطبخ بالبر، ايه اطبخ عند ربعك، اطبخ عند اصدقائك، ما عندهم مشكله. تطبخ عندهم؟ عندهم ما عندهم مشكله، لكن كوسيله كسب رزق. كايه؟ كفتحه باب رزق. باب رزق لا. لا بس انا ما اول ما دخلت المجال هذا نصحني واحد النصيحه. ايه قال راح تواجه صعوبات، لكن سكر اذانك. ايه وادخل المجال هذا لان في المجال فيه خير كبير. الله المستعان. والحمد لله. الان هم يتصلون علينا يقولون يا ولد تعال متى ذوقنا طبخك. ايه والله شوف تسلم لي يا رب، كلك ذوق. بتصفها كامله صح؟ ان شاء الله بنصفها. طيب خليني اساعدك. لا بس هذه صف، بس خليني اخلص هذه عادي. بالنسبه للمضايقات انا جاتني عكسيتك. انا كنت مدير مالي واداري احد الشركات. ما شاء الله. اي حوالي 17 سنه. انا اطبخ من عمري 8 سنوات وانا في المطبخ مع امي الله يغفر لها ويرحمها. ما شاء الله. اي والله. ف بعد ما تركت الوظيفه مش برضاي تركتها غصبا علي. حسب الظروف. غصبا علي. ممتاز. عرفت كيف؟ كلمه غصبا علي طالعه من قلبي غصبا علي. ف جلست يمكن حوالي 4 شهور اطبخ منه ومنه. واللي قرباي يعني مثلا عيال خالي وذول جماعتي. ممتاز. فقالوا لي ابو عبد الله وراك ما تذوق الناس طبخك. قلت له يا ابن الحلال، يعني كلها زيت كلها زيت ما تمسك. قلت يا ابن الحلال وش اذوق الناس؟ قال لي حرام يا اخي، عندك النفس ذا والطبخ ذا وشيء طيب، ليش ما تذوقهم يعني؟ حرام. ممتاز. فبلشت شوي، بلشت كذا والحمد لله صار عندي متابعين. تعليم عن طريق غير مباشر يعني. غير مباشر. اي يعني وش هو؟ يعني انزل طبخه. انا من الناس اللي اذا جيت اطبخ وانزل بالسناب مثلا منتج. مو منتج، ما منتج. على طول. ايه على شو اسمه، على قولتهم شو اسمه؟ على السليقه. على النيب دايركت اشرح هذه كذا وهذه تحط الملح متى. يعني تعليم سنابه تعليمه بحذريفه على قولتهم. عرفت؟ ممتاز. اي ما عندي من هنا ومن هنا. فالحمد لله قدمت برامج واقع واكلنا امراء واصحاب سمو وشيوخ. الحمد لله نسوي بوفيهات حق فنادق. مو بحرقها ذي خرشه. سريع الكلام، سريع العمل، ينجزك الطبخه بالدقائق ما شاء الله عليه. وهذه من صفات الشيف الممتاز. هذا البرنامج برعاية